بسم الله الرحمن الرحيم. كان لدي لقاء مع السيد رئيس الحكومة المعين لمناقشة موضوع أساسي بالنسبة لبلادنا والمشاورات حول الحكومة المقبلة والأغلبية الحكومية المقبلة. كانت فرصة لنقاش حقيقي مبني على أولا الروح الوطنية ومبني كذلك على إرادة قوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، محطة كذلك لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الإطار فكما تعلمون هذا العرض الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة سيتم مناقشته في إطار الدواليب التقريرية لحزب الاستقلال وأساس المجلس الوطني للحزب، وسيكون كذلك مشاورات مهمة بين الأطراف مع السيد رئيس الحكومة بخصوص البرنامج الحكومي المقبل لكي يتم إدراج العديد من الالتزامات التي أخذنا على عاتقها في إطار البرنامج الانتخابي للأحزاب التي ستكون إن شاء الله الأغلبية الحكومية المقبلة. ونتمنى التوفيق لسيد رئيس الحكومة المعين ونهنيه بهذا الخصوص بثقة المولوية وبثقة المواطنات والمواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.